ما الذي حدث لبوتين بالضبط في دونيتسك؟ كم العدد بالضبط؟ هل هو 400 أم 136 أم 78؟ أيا كان الرقم الصحيح لعدد الضحايا الذين سقطوا دفعة واحدة في هذه المنطقة الجغرافية التي يسيطر عليها الجيش الروسي، إلا أن الدرس كان قاسيا للغاية. لم يحدث مثل هذا الذي حدث للقوات الروسية منذ قرر بوتين دخول أوكرانيا. وكما تعددت الروايات حول الأرقام، تعددت أيضا الروايات حول الأسباب. فالروايات الروسية تقول بأن السبب هو الهواتف النقالة للجنود التي رصدتها الاستخبارات الغربية أو الأوكرانية فحددت أماكن تواجد ذلك الحشد العسكري الروسي. رواية أخرى تقول أن السبب هو بلاغات من أهالي المنطقة التي تتواجد فيها تلك القوات الروسية. رواية أخرى تقول بأن الأقمار الصناعية الأمريكية والغربية هي التي قدمت معلومات لوجستية لقيادة الجيش الأوكراني عن تواجد ذلك الحشد العسكري الروسي. لا شك أن الحقيقة لا تظهر كلها في مثل هكذا أوضاع، حيث تختلط الحرب الإعلامية بالحرب العسكرية، ويحاول كل طرف الترويج والتصريح بما يخدم وضعه العسكري على الأرض. لكن ما يمكن استنتاجه أن خسارة غير مسبوقة قد حدثت بالفعل في صفوف الجيش الروسي، وقد أقر بذلك الكريبلين، وبدأ ضغطا من نوع آخر على القيادة الروسية من داخل المجتمع الروسي نفسه بتصاعد المعارضة ضد هذا التدخل. واعتبر محللين روس أن ما حدث ناتج عن خلل أو فشل في قيادة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. أيا كانت الأرقام وأيا كانت الأسباب، إلا أن النتيجة واحدة، هي خسارة فادحة في صفوف القوات الروسية، والدرس قاس أنهت به القوات الأوكرانية العام 2023. إنه الدرس الذي يضاف إلى سجل الصمود الأوكراني على مدى أكثر من عام أمام الجيش الروسي المصنف عالميا في الترتيب الثاني عالميا من حيث العدة والعتاد. ولا يمل المحللين العسكريين والمسؤولين الروس من التأكيد مرارا على أنهم لا يحاربون أوكرانيا، وإنما الحرب هي بين روسيا والغرب والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وبين وقت وآخر يلوح الرئيس فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي. أكثر من عام مر والأزمة الأوكرانية التي تحولت إلى أزمة عالمية ألقت بظلالها على الطاقة، فأحدثت أزمة جعلت شعوب أوروبا تعيش حالة البرد القارس وشتاء قاس. فكرت لأول مرة في البحث عن بدائل الغاز الروسي الذي كان هو مصدر دفء لشعوبها واقتصاداتها. لم يكن الطقس باردا كما حدث في هذا الشتاء الذي تزامن مع عواصف ثلجية جمدت السواحل الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية. تغير مناخي بحجم الكارثة لا يحدث إلا بين جيل وجيل، لكنها حدثت في هذه الآونة التي تعيش فيها شعوب أوروبا أزمة البرد القارس بفعل غياب الغاز الروسي. إذن دور الناتو تتقاسم تكاليف الحرب، وفي الوقت ذاته تتقاسم نتائجها، وليس ذلك فحسب، لكنها تتقاسم البرد القارس وكوارث التغيرات المناخية، فضلا عن الأزمات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي برمته، وما أسفر عنها من إقدام شركات التكنولوجيا الرقمية على تسريح مئات الآلاف من موظفيها. إنها الأزمة الأوكرانية إذن التي جاءت مباشرة بعد أزمة فيروس كورونا التي لا تزال العديد من المقاطعة الصينية تعيشها، ولو لم يكن الفيروس بنفس تلك الحدة التي كانت في بداية ظهوره في أوهان. ومع دخول العالم العام الجديد 2023 بجسد منهك بفعل الفيروس وبفعل الأزمات والحروب، ماذا بعد؟ هل يتكيف الكبار قبل الصغار في هذا العالم، أم أنه السقوط التدريجي، أم ترتفع مستويات المناعة عند الجميع في مواجهة صدمات المستقبل الغامض؟ ماذا عن احتمالات المواجهة النووية؟ وتظل التوقعات مفتوحة على كل السيناريوهات.